زلزال عسكري مفاجئ 1000 ريختر. مفيش يوم بيعدي إلا وبيحصل تصعيد جديد في اتجاه إثيوبيا. الكل بيرتب ورقه كأنه تجهيز مسرح العمليات لحرب كبرى، وبيتم إعادة التموضع العسكري للقوات. زي ما ذكرنا في الحلقات اللي فاتت، القوات الإثيوبية قامت بتحركات عسكرية في أكتر من اتجاه، السيطرة على بعض المطارات في الصومال بعد ما كان وجودها في الصومال كقوة حفظ سلام اتحولت لقوة احتلال رسمي، ونقلت قوات أخرى للحدود الصومالية بحجة مطاردة المتمردين. وأخيرا أرسلت مجموعة دعم من العسكريين لأرض الصومال المتمردة على الصومال اللي بتحميها مصر دلوقتي، ومصر عملت اتفاقيات أمنية وعسكرية كتيرة مع كل دول الطوق الإثيوبي تقريبا. لكن الخطوة المصرية الجديدة اللي عملت زلزال مفاجئ إنه مصر بدأت بالفعل في تفعيل البروتوكول الخاص ببناء منطقة لوجستية في دولة جيبوتي حسب الإعلان الرسمي، لكن في واقع الأمر هي تمركز أمني واستخباراتي وعسكري، وبمثابة أول قاعدة عسكرية لمصر خارج الحدود في إفريقيا، بتتيح ليها التمركز الدائم على حدود إثيوبيا وبإطلالة مباشرة على مضيق باب المندب. الخبر ده نقدر نقول عليه أهم حدث جيوسياسي مصري من بداية العام. الإعلان عن تفعيل إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي بمثابة زلزال جيوسياسي لكل من إثيوبيا وإسرائيل والتكتل الغربي والمعادي للدولة المصرية واللي بيحركهم، وأي قوة أخرى توهمت أن منطقة القرن الإفريقي وبحر العرب ومضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر منطقة نفوذ حصرية ليها، لحد ما جت مصر وقلبت الطاولة في وجه الجميع. يا ترى ليه مصر اختارت جيبوتي تحديدا لبناء منطقة لوجستية فيها؟ وهل في علاقة بين القواعد العسكرية الكبرى اللي كانت مصر بتبنيها في هدوء وإصرار بالتوجه المصري نحو جيبوتي؟ وليه أي تحرك مصري عسكري أو اقتصادي باتجاه الجنوب ومضيق باب المندب بيعتبر زلزال جيوسياسي في المنطقة؟ في 7 فبراير السنة اللي فاتت استقبل الرئيس السيسي الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر، وعقد الرئيسان جولة مباحثات مطولة وخطيرة، وفي نهاية المباحثات تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات التشاور السياسي والطاقة والموارد المتجددة. ولكن الخطير والمهم هو أنه تم الإعلان ساعتها عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي، وده معناه ببساطة أول حضور اقتصادي وعسكري واستخباراتي مصري دائم في جيبوتي وفي منطقة القرن الإفريقي عموما. والجديد أنه المعلومة اللي جاي أقولها لك النهاردة هو أنه تم الاتفاق خلاص على بدء تفعيل هذه المذكرة. خد بالك، التواجد العسكري المصري في الصومال هو حتى الآن تواجد بصفة قوات حفظ سلام مؤقت، صحيح يمكن تمديده لكن له وضع خاص، إنما التواجد في جيبوتي غير. ومهم نقول ليه جيبوتي غير بالذات قبل ما نوضح تفاصيل المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي، أو خلينا نقول أول قاعدة عسكرية مصرية خارج الحدود علشان تتمركز فيها القوات. أولاً، جيبوتي أكتر دولة مستقرة في منطقة القرن الإفريقي وبتشرف على مدخل مضيق باب المندب، وبتعتبر شريان حياة بالنسبة لإثيوبيا. فرغم صغر مساحة جيبوتي وتواضع إمكانياتها ومواردها، إلا إن موقعها الاستراتيجي بيجعلها بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية بمثابة نقطة ارتكاز عسكرية مثالية للأساطيل ووحدات القوات الخاصة ومحطات الاستخبار والمراقبة والإنذار المبكر، لأنها بتشرف على مضيق باب المندب وبتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. يعني اللي بيتمركز عند جيبوتي هيكون كاشف المنطقة من بحر العرب وخليج عدن لحد كامل البحر الأحمر. علشان كده الإعلان المصري عن بناء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي أمر بيفوق أبعاده الاقتصادية بكثير. وركز معايا قوي في النقطة اللي جاية دي، لأن الإعلان المصري عن بناء منطقة لوجستية في جيبوتي بيعني الآتي: أولاً، تأمين المدى العملياتي للأسطول الجنوبي المصري والمجموعة القتالية للمسترال جمال عبد الناصر من نقطة بتبدأ من ميناء بورسعيد شمالاً حتى خليج عدن جنوباً. وصل النقطة 1 بالنقطة 2 حسب ما هو موضح بالخريطة. النقطة 1 هي قاعدة برنيس الجو بحرية المصرية، وهي أكبر قاعدة عسكرية مطلة على البحر الأحمر، والقاعدة دي هي نقطة انطلاق للجيوش المصرية وتشكيلاتها التعبوية نحو جنوب البلاد براً وبحراً وجواً. بمعنى أدق، إن أي خطوة ناحية تعزيز التواجد الاقتصادي والعسكري والسياسي المصري في منطقة القرن الإفريقي هتكون ناقصة لو لم توجد قاعدة عسكرية كبرى كقاعدة برنيس اللي بتتموضع على أقصى أطراف الجغرافيا المصرية جنوبا. ومن هنا نشوف حرص القيادة المصرية على بناء قدرات التحرك قبل التحرك خطوة واحدة باتجاه الجنوب. ثانيا، إن المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي هتمنح الأساطيل المصرية القدرة على حماية الأصول المصرية خارج الحدود الوطنية. بمعنى أدق، مصر لا تتحرك خطوة خارج حدودها
إلا وقد حازت على قدرة حماية أصولها الاقتصادية وثرواتها. بمعنى تاني، المنطقة اللوجستية المصرية ستقع ضمنياً تحت حماية الأسطول الجنوبي المصري وتشكيلاته التعبوية والمجموعة القتالية للمستشار جمال عبد الناصر، وهي مجموعة قتالية مرعبة، قطيع من الذئاب والأسود على هيئة فرقاطات وغواصات ولنشات صواريخ ودفاع جوي متحرك. ثالثاً، جيبوتي هي الشريان الوحيد اللي بيربط إثيوبيا بالعالم الخارجي، والتواجد المصري فيها يعني امتلاك أدوات أكبر للضغط ليس على نظام أبي أحمد فحسب، بل وعلى الشبكة الإقليمية والدولية الراعية له ولمخططات الضغط على مصر بنفس نمط وإطار معاهدة لندن 1840. وعشان كده نقدر نفهم الاهتمام المصري بجيبوتي منذ العام 2019 تحديدا. رابعاً، جيبوتي مركز جذب للقواعد العسكرية الأجنبية، على أرضها 9 قواعد أجنبية، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان والصين وإيطاليا وإسبانيا. احنا بنتكلم عن غابة من القواعد العسكرية ومحطات الاستخبارات، الكل موجود وسط انتشار كثيف للجماعات المسلحة والإرهابية على ضفتي البحر الأحمر في اليمن والقرن الإفريقي. خامساً، المنطقة اللوجستية دي هتكون محطة مهمة جداً للإمداد والتموين للقوات المصرية العاملة في المنطقة دي، سواء في الصومال أو إريتريا أو حتى في جيبوتي. عشان كده الاختيار المصري لجيبوتي للتمركز الدائم ممتاز، والحضور المصري في جيبوتي مؤشر جديد لعودة مصر لمزاولة أدوارها الرئيسية في الفترة اللي جاية في البحر الأحمر، أدوار هتكون بالأساس تعبير عن اتساع نفوذ القاهرة، تمركز دائم لتأمين منابع النيل ومدخل البحر الأحمر، وإفساد المخطط الغربي لتفجير منطقة القرن الإفريقي وجعله مأوى للصراعات والإرهاب لإطلاقه في وش القاهرة. وبدل ما كان الإرهاب بيهاجم الدولة المصرية من داخلها وعلى حدودها، بقت مصر هي اللي بتطرد الإرهاب في منابعه وخارج حدودها، زي ما عملنا مع الهكسوس من 5000 سنة. وخد بالك كمان هنا من نقطة مهمة قوي، ان مصر خلال الفترة اللي فاتت كانت بتطور في صمت قدرتها على خوض حرب كاملة خارج حدودها، مش مجرد عمليات إغارة بقوات خفيفة التسليح. يعني ايه؟ يعني مصر قبل 2014 ما كانش عندها القدرة على خوض حرب كاملة خارج حدودها غير بمجموعات المظلات خفيفة التسليح، انما النهاردة مصر اصبح عندها قدرة كاملة على نقل جيش متكامل خارج حدودها وفي وقت قياسي، بمعنى القدرة على نقل كتائب مشاة ميكانيكي كاملة، دبابات ومجنزرات ومدافع ووحدات دفاع جوي متنقلة وناقلات جند وراجمات صواريخ وغيره لأي مسرح عمليات خارج حدودنا، وليس مجرد مجموعات قوات خاصة خفيفة التسليح. وده ما كانش متاح لمصر قبل كده إلا بعد ما حصل اللي هقولك عليه ده. أولاً، ضم سفينتي الإنزال البرمائي والنقل التعبوي الاستراتيجي حاملات المروحيات مسترال والمجموعات المرافقة ليها، واللي مكنت مصر من استحداث فرق مشاة البحرية المصرية، واللي بتقدر تنقل 1000 مقاتل بكامل تجهيزاتهم التسليحية والإعاشية لمدة بقائية عالية، بخلاف كتائب كاملة من المروحيات والآليات الثقيلة، بالإضافة للتطوير غير المسبوق في أسطول طائرات النقل العسكري شنوك، سي 130، سوبر هيركليز، وكاسا وغيرهم، واللي مكنت مصر من استحداث فرق قوات محمولة جواً بتنقل أيضا معدات ثقيلة بكل أنواعها من الدبابة للصاروخ، بالإضافة للمقاتلات الرافال طويلة المدى متعددة المهام والقادرة على عمل مظلة جوية للقوات العاملة على الأرض وإخماد دفاعات العدو وتنفيذ ضربات جراحية دقيقة لأهداف أرضية، والاشتباك الجوي التلاحمي الجو جو، وفرض السيادة الجوية في دائرة قطرها 5000 كيلومتر. أيضا كل ده بخلاف القمر الصناعي المصري العسكري طيبة واحد، اللي أتاح اتصالات عسكرية مشفرة وآمنة بين القيادة في مصر وبين القوات العاملة في أي نقطة في الإقليم. وبالقدرات العسكرية غير المسبوقة دي، أصبح لمصر لأول مرة إنها تكون قادرة على إدارة حرب كاملة بكامل أسلحتها خارج حدودها في أي نقطة في الإقليم، وليس مجرد عمليات إغارة. بعد ما عرفت الإمكانيات دي، بص معايا كده تاني على الخريطة. قاعدة عسكرية في جيبوتي، واتفاقية دفاع مشترك مع الصومال، واتفاقية أمنية كبرى بزيارة رئيس المخابرات لإريتريا، ومن قبلها اتفاقيات أمنية واستخباراتية مع السودان وجنوب السودان وكينيا وأوغندا، علشان يكون التطويق المصري لإثيوبيا حقيقة وبتثبت عبقرية المخطط العسكري المصري، وإنه أي معركة محتملة محكوم على الإثيوبيين مسبقاً بالخسارة والفشل، لأنه التمركز والتموضع العسكري المصري ده ووجود خطوط إمداد وتموين بحرية من خلال قاعدة برنيس على البحر الأحمر إلى ساحل القرن الإفريقي، وأيضاً خطوط الإمداد الجوية، منحت مصر نقاط تفوق استراتيجية حسمت مقدماً التفوق المصري في إدارة معركته وسيادته في المنطقة دي، ودليل على أن الدولة المصرية طورت المهارة دي بشكل غير مسبوق وبتناغم عبقري بين أجهزتها ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيدير المعركة بحكمة السياسي وشجاعة العسكري. وفي النهاية، معركة البناء في مصر قايمة على رؤية علمية، مش مجرد تحركات عبثية، لا،
كل خطوة مدروسة كويس. علشان كده بنشوف في مصر عملية بناء ودفاع وهجوم في منتهى النظامية في نفس الوقت وبشكل استباقي ورؤية استباقية ثاقبة. يعني تأمل الترتيب ده كويس. مصر بتجيب حاملة مروحيات قادرة على نقل تشكيلات قتالية ومدرعة لخليج الحدود في 2016، وفي يناير 17 مصر بتفتح مقر قيادة الأسطول الجنوبي، وفي يناير 2020 مصر بتفتتح قاعدة برنيس الجو بحرية، وفي فبراير 2022 مصر بتعلن عن بناء منطقة لوجستية خاصة بها في جيبوتي، وبعدها تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال، وبعدها اتفاقية أمنية كبرى مع إريتريا. يعني حضور مصري اقتصادي واستخباراتي وعسكري خارج الحدود وفي منطقة من أهم مناطق الاختناقات المرورية والاضطرابات السياسية في العالم. شايف الترتيب ده ماشي ازاي؟ هي دي مصر في كل قضية بتنخرط فيها. وسواء أزمة السد اتحلت سلميا أو تطورت الأمور لمواجهات عسكرية، فخطوات الدولة المصرية تدرس في براعة التطويق والخنق. في النهاية كش ملكي أبي أحمد. أبي أحمد خسر لعبة الشطرنج في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، والتطويق المصري انتهى. فاضل بقى إننا نترصص أمام شاشات التلفزيون ونشرات الأخبار علشان نشوف الخطوة المقبلة للدولة المصرية في لعبة عمر ما أي حد يقدر يتوقع خطواتها المستقبلية، خصوصا خطوات المارد المصري. علشان كده مسؤوليتك كمواطن إنك لا تنساق أبدا أمام الحملات الإعلامية المغرضة اللي بتتعرض ليها مصر، وإنك تتأمل الصورة الحقيقية. ومش هتاخد منك دقيقة للوصول للحقيقة، حقيقة إن مصر بتصنع التاريخ من جديد. علشان كده لازم نكون مطمئنين أن هناك دولة قوية بكل أجهزتها بتعمل دون ضجيج وبدراسة وتخطيط وذكاء وصبر دون اندفاع أو تهاون لحماية مصر والشعب المصري من أي تهديد محتمل أيا كانت السيناريوهات. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.